جمهورية امبارح جاكم وحكى معاكم في الليل ايه جينا وحكى معانا ديك علاش قلت لك ان شاء الله بركة كلامنا يوصل وبالرسمي يوصل. ما عادش راه يعمل لكم حاجة بعد اللي يوصلك للبلاصة بالرسمي يدير لك طاش يقول لك انت بحذاكم قايس تعيط كيف مش مقاديك كيس هو رئيس بحذاكم ما تنتم بحذا الرئيس كيف ما يقاديكمش الكيس لان نروح نبكي انا نغشش التاكسي اللي يوصلك يذلك 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 يقول لك انا ما طلعتش البلاصة هذيك كي تجي تشوفه عنده الحق الكيس مش مريقك اذا انت ترباش للعبد المزرة ما ترزالوش العبد المزرة. هو معناتها يسكن قريب منكم رئيس الجمهورية في داره الأصلاني؟ ايه قريب معناتها يعرف نتصور كان يطلع يعرف البلاصة بالقدا معناتها وشفت حتى اللي بالرسمي راهو اللي سالي عملوه بعيد جاي في الخلال المخلي زادوا بعدها علينا. وانت تعتقد معناتها عندك أمل انه رئيس الجمهورية يقد لكم الكياس بعد ما شاف الوضعية متاع امبارح؟ ان شاء الله راح ان شاء الله يطلع هو عند كلمته وما يجي يصور هكاك ولا يجي مع التلفزه هكاك صور وما ان شاء الله ما يطلع كلامه مش كلام اللي كيما يقولوا مدهون بالزبده ان شاء الله يطلع معناتها يمشي معنا امريكا قاعدين ابسط حاجه طلبناها ما طلبناش حاجات كبيره ان شاء الله مش مدهون بالزبده يا شيماء يا بنتي ان شاء الله. شيماء عمرها 15 سنه ذكركم راهو معناتها من الوجيعه اليوم تتكلم من الوجيعه ومن الوضع اللي يعيشوا فيه معناتها في المنطقه اللي هما موجودين فيها اليوم تتكلم قال لك امبارح تنجم تترشح الانتخابات انت هك تعرف تتكلم طموحك شيماء انك غدوه تكون في البرلمان ولا تكون وزيره ولا توصل معناتها تعمل السياسه تكون سياسيه؟ نحب الحق يعني نولي كنت نحب نولي طبيبه بس ما يعرفش سيطرات ما عادش نحب الحق نحب نمشي محاميه نمشي نعزف على البيانو ولا نولي محاميه وقت نخلي الحاجه هذيك موهبه. نجم راهو تكون محاميه وتكون وزيره، نجم تكون محاميه وتكون عضو في البرلمان مع تنجم معناتها فعلا. نكون قد المسؤوليه هذيك علاش لا؟ ان شاء الله. انا كي نعمل حاجه لازم يكون قدها يا لا. يا لله ربي يوفقك ربي يوفقك ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب وانا بقدره ربي ما نخافش عليك ما شاء الله عليك بنات. انت تحب نقدم تحيه لامي لبابا لعائلتي لخالاتي لخوالي بالرسمي اكثر ناس ساندتني العباد اللي معايا الناس اللي قالوا فيا كلمه باهيه ربي يفضلهم لك الكل ان شاء الله وبالرسمي الناس اللي وقفت معايا في السبيطار قصار دكتور جنزري مراد بالرسمي يعطيهم الصحه الناس اللي وقفت معايا كل في القصاب كل ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب يا شيماء وكل شيء ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب يا شيماء وانت يعطيك الصحه ويرحم والديك اللي انت سمعتني ووصلت لي صوتي يعيشك يا لاله مرحبا بيك حاجه قرايتي ودوي اني نداوى ونقرا فوالا راهو شيماء ربما تحكي بقوة لكن عندها برشا وجيعة وعائلتها راهي عائلة متواضعة جدا وضعيتهم الاجتماعية صعيبة على الاخر نحكي انا وامها في الكواليس بون هذا حديث ربما انا ما نقولوش لكن اللي نجم يعاون شيماء في الدواء نتاعها الله يرحم والديه فوالا ربي يرحم والديه وينجم يتواصل معنا حتى على الباج ديوانا فيما احنا نعطيو نومرو نتاع العائله يعاونها حتى في الـ في الـ في الـ في الدواء ان شاء الله. شكرا يا شيماء شكرا ليك يعطيك الصحه. تفضل عدي لي الوالده. مرحبا بيك مدام ام شيماء مرحبا. مرحبا بيك انا يرحم والدي وكل انسان يعاون شيماء حتى بكلمه طيبه اي شيماء كلمه طيبه تخلي ترفع لها من مورالها كلمه طيبه. يعيشك يا لاله محلاك ومحلى ومحلى عزة نفسك. كل انسان ساندها. محلاها العزة النفس اللي عندك مدام تقول لي رغم راوينا ناقصة مليون حاجة ما نحب بنتي فقط توصل وتاخذ دواها وتقرا. قلت لك مدام انا نحكي معاك في الكواليس قلت لي صحيح انا ناقصتني 20,000 حاجة لكن الحمد لله فقط نحب بنتي تقرا ونحب بنتي توصل ونحب بنتي تتعالج. بنتي تعالج وتوصل خاطر هي شي ما عندها عملية أخرى. أنا كي كنت في بلاصة أخرى كنت على في مساجاتها ودوايتها ديجا حتى طبيب قال لي يا ريتك قعدت يعني أما الله غالب الظروف ما سمحتش الله غالب. ظروف خلتكم تحولوا معناتها للبلاصة هذيا فوالا. خلتنا نحاولوا الله غالب كي جيت لهنا تاكسي بلاصة بعيدة وترونسبور جملة تعبين أنا وبوها تعبين. صدقني وحتى اخوها والبلاصه تخوف معناها ما نلقاش تاكسيات عندي الولايه الاخر زاد سنه طلع لي مريض معناها من ولدي يتسكر عليه مفسس ساعات بوه يخدم ما نلقاش كيف نهزه.
ربي يفضلهم لك ان شاء الله. والفلا ان شاء الله رئيس الجمهوريه يكون قد كلامه، مش زياره كما قالت بنتك تكون زياره، ما تكونش زياره كلام الليل مدهون بالزبده، ان شاء الله يا ربي تكون زياره مثمره ويكون بالحق الكيس يجيكم والوضعيه تترجل للغادي ابسط حقوق الناس. كما قالت شيمه في الفيديو، انا كي تحقوا لي حقوقي نجم ندافع على حقوق الناس. يلا نوصل معكم اللقاء، تحياتي لكم ام شيمه، شكرا لك وفضلك، نوصل معكم اللقاء، مرحبا بكم.